الأخبار الصحفية مع المهندس الجميل أحمد المهندس نقول له صباح الخير مرة أخرى ولك الجو. صباح النور يا بدر وأيضا لزميلتنا الغالية. مشاهدينا الكرام اليوم هو الاثنين الرابع والعشرين من تشرين الأول لعام 2022 الميلاد. كالمعتاد وكما عودناكم البداية ستكون من الصباح وأبرز عناوينها. الخلافات على الحقائب الوزارية تثير امتعاضا سياسيا وشعبيا، وأيضا نطالع في الصباح حقوق الإنسان النيابية تخشى هروب سجناء التشكيل داعش، وأيضا نطالع ضمن العناوين ملف المفسوخة عقودهم على طاولة البرلمان. أيضا وثيقة مبادئ تشرين تدعو إلى التضامن لإنقاذ البلاد، وآخر ما نطالعه من عناوين جولة تراخيص ثانية لإنتاج الطاقة المتجددة خلال عام 2023 للميلاد. ومن العناوين إلى التفاصيل وأولى أخبار الصباح وما نشرته الصحيفة إلكترونيا. الخلافات على الحقائب الوزارية تثير امتعاضا سياسيا وشعبيا، إذا ثارت أنباء الخلافات والصراعات على الحقائب الوزارية بين مختلف الكتل في الحكومة الجديدة التي لم ترى النور بعد، امتعاضا سياسيا واسعا وغضبا لدى أوساط الجمهور بصفة عامة. وطلب أعضاء بمجلس النواب ومراقبون للشأن السياسي الكتل المكونة لائتلاف إدارة الدولة بمنح رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني مساحة وحرية أكبر باختيار المرشحين لتولي المناصب في حكومته، عادين أن العودة إلى مربع المحاصصة الأول ستضع البلاد مرة أخرى على حافة الهوية واللا استقرار. هذا وأصدر مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني أمس الأحد بيانا بشأن مرشحي الكابينة الوزارية، قال فيه إن المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة مستمرة، مؤكدا إجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة. وأضاف أن مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين ويرأسها رئيس الوزراء المكلف، موضحا أنه سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل التقاء. أيضا نطالع في الصفحة الثانية من الصباح، السودان يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الثنائية، إذ بحث رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق فيلي فاريولا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية. وذكر بيان لمكتبه أن السوداني استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلي فاريولا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الأوروبي. وأكد السوداني بحسب البيان أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات وأهمها التحديات الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد، معربا عن تطلع العراق إلى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه. من جانبه أكد الوفد الأوروبي استمرار تقديم دعم الاتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه وأهمية تقوية الديمقراطية الناشئة في العراق، مشيرا إلى دعم الاتحاد الأوروبي للاستثمار في العراق والعمل على توسيعه. وفي الصباح نطالع أيضا حقوق الإنسان النيابية تخشى هروب سجناء تشكيل داعش، إذ جددت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب مطالبتها بتشريع قانون الأحكام البديلة وذلك لتخفيف الاكتظاظ في السجون
بينما عربت عن قلقها من تكرار سيناريو هروب السجناء لتشكيل داعش. وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي للصباح إن لجنته تسعى لتشريع قانون الأحكام البديلة الذي قدمت بشأنه دراسات في أكثر من مناسبة لمجلس الوزراء ووزارة العدل، وتشير إلى ضرورة اعتماده موضحا أن هذا القانون يمنح صلاحية تكليف المحكوم 4 أو 5 سنوات بأعمال معينة خارج أسوار السجن كتنظيف الشوارع أو ما شابه ذلك كما هو معمول به في الدول الأوروبية. وعلل الصالحي طرح تشريع هذا القانون بأنه سيخفف من الاكتظاظ الموجود داخل السجون بعد أن بدأت الأعداد تتجاوز 70,000 في السجون والإصلاحيات، كاشفا عن وجود زيارات مفاجئة بعد استتباب الوضع في عموم السجون الموجودة في بغداد والمحافظات، وذلك لتقييم عملها والحصول على معلومات حقيقية وليست مضللة تمكنهم من محاسبة المقصرين بوجود أدلة ضدهم. وننتقل إلى رياضة الصباح ونطالع اختبارات جديدة للكبار في ممتاز الكرة اليوم. تنطلق اليوم الاثنين منافسات الدور الرابع من منافسات دوري كرة القدم الممتازة المرحلة الأولى بإقامة 4 لقاءات في ملاعب بغداد والمحافظات، إذ يلتقي الديوانية بضيفه الزوراء في ملعب الكوت في 3:00 عصرا، تعقبه مواجهتان في 5:15 مساء ستجمع النفط والشرطة في ملعب المدينة ونفط الوسط ودهوك في ملعب النجف، بينما سيكون ملعب الزوراء مسرحا لمباراة كهرباء والقوة الجوية عند 7:30 مساء. في المباراة الأولى يتأهب الزوراء صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط لتخطي صاحب الضيافة الديوانية الذي يشغل حاليا المركز 19 بصفر من النقاط والأهداف. وستكون الخطة لمدرب النوارس أيوب أوديشو الاستمرار بجمع النقاط والاقتراب من الصدارة والإفادة من تعثر بقية منافسيه بعد المستوى المتصاعد الذي قدمه أمام زاخو في الجولة الماضية، بينما لا تزال في جعبة مدرب الديوانية سامر سعيد المزيد من الأفكار التخطيطية التي يأمل في تنفيذها، سيما أنه أحرج الشرطة تدكيكيا في مقابلته الأخيرة معه، وبات مطالبا اليوم بالخروج متعادلا على أقل تقدير أو تحقيق مفاجأة الفوز على الكتيبة البيضاء. وفي أخيرة الصباح نطالع اختتام مهرجان السيمبوزيوم في السليمانية. اختتمت الخميس الماضي فعاليات مهرجان السيمبوزيوم الدولي الرابع في محافظة السليمانية الذي استمر من 25 من تشرين الأول الحالي في قاعتي معمل السكائر القديم وآمن سورغا بمشاركة 34 فنانا من 10 دول عربية وأجنبية ومساهمات محلية. وقالت المنظمة للمهرجان أشتي دولة إن المهرجان عبارة عن محطتين، الأولى كانت ورشة للفنانين الذين أنجزوا فيها أعمالهم من الرسم التشكيلي في قاعة معمل السجائر القديم واستمرت 3 أيام، والثانية كانت عرض اللوحات التي رسموها فضلا عن أعمال النحت والسيراميك في قاعة آمنة سوركا. وإلى صفحة آراء، واخترنا لكم مقال بعنوان من سرق القرن للكاتب حمزة مصطفى بصوت الزميلة بشرى حسين. من سرق القرن بقلم حمزة مصطفى. الديمقراطية حلوة كل شيء فيها مكشوف وشفاف ومتاح بمن في ذلك السرقات، لا يهم شكل السرقة أو مستواها، لا يوجد فرق على صعيد المال العام بين الدينار والمليار، كما لا يوجد فرق بين ما يسرق باكيت كلينكس أو بين ما يسرق القرن بكامله، بدءا من هيئة الضرائب إلى الجمارك مرورا بالبنك المركزي عبر مصرف الرافدين وبينهما اللجنة المالية في البرلمان ووزارة المالية في الحكومة. لا يهم مقدار المال المسروق،
ألف دينار سعر باكيت الكلينكس أو ملياران ونصف المليار دولار، وبحسابات عملتنا المحلية 3 تريليونات دينار عراقي سعر سرقة القرن. القانون واحد في كلتا الحالتين والسرقتين، ومعهما كمية المال المسروق. الأهم هو تطبيق العدالة في النهاية. القاضي لا يحكم إلا على وفق أدلة جرمية ومستمسكات أصولية. في منتصف المقال، الحاجة الماسة تدفعه إلى سرقة الباكيت لكي يبيعه حتى يشتري صمون 10,000، دون أن يدور بخلده يوما أن القانون لا يحمي المغفلين من أمثاله فقط. سارق القرن يعرف كيف يغافل ويستغفل ويتغافل القانون وكل قضاة محكمة العدل الدولية. ملياران ونصف المليار دولار لا تسرق إلا طبقا للقانون الغافل المغفل والمتغافل. ويا غافلين إلكم الله، كل شيء يجري وفق الأصول واللوائح والإجراءات والكتب والمناقلات والآراء والمقترحات بين عدة جهات. هذه هي الديمقراطية، ما أحلاها. القانون فيها لا يحمي نفسه لكنه يحمي مستغفليه. المهم هو البحث عن الأدلة الدامغة لمحاسبة الفاسدين ممن تخطو عتبة الحيتان إلى الدلافين. في ختام المقال، في القضايا الكبرى السياسية أو المجتمعية أو الاقتصادية يلعب الإعلام دورا في تحويلها إلى قضايا رأي عام. وبما أن الحديث يطول، في حال أردنا استحضار أمثلة، فإن السؤال الذي يردده العراقيون اليوم هو: من سرق قرننا لقدام؟ من يملك الإجابة عن هذا السؤال يمكنه الإجابة عن أصل القضية كلها بمتهميها وشهودها ومدانيها. بالنسبة لي الإجابة واضحة، وهي أن النظام يسرق نفسه، وطالما الأمر كذلك فإن القبض دائما وأبدا سيكون من دب. وننتقل وياكم سادتي الأكارم من الصباح إلى زمان، ونطالع في صفحتها الأولى: التربية تعد العام الماضي سنة عدم رسوب وتعيد النظر بالمناهج. أعدت وزارة التربية العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب، وذكر بيان تلقته الزمان أن هيئة في رأي وزارة التربية صوتت على اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب، وذلك مراعاة للظروف الصعبة التي مر بها الطلبة. وأضاف أن تعليمات القرار سوف تصدرها المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وقت لاحق. وأضافت الوزارة 5 درجات لفئة محددة من تلاميذ الخامس الابتدائي. وذكر بيان ثاني أن هيئة الرأي قررت إضافة 5 درجات لمعالجة الدرجات الحرجة لتلاميذ الخامس الابتدائي للعام الدراسي الماضي. وأضاف أن القرار جاء مراعاة للظروف الصعبة التي مر بها الطلبة. كما أضافت الوزارة 5 درجات لطلبة معاهد الفنون الجميلة والكلية التربوية المفتوحة. وذكر بيان أن هيئة الرأي قررت إضافة 5 درجات لمعالجة الدرجات الحرجة لطلبة معاهد الفنون الجميلة والكلية التربوية المفتوحة للعام الدراسي الماضي أيضا. وأضاف أن القرار جاء مراعاة للظروف الصعبة التي مر بها الطلبة وحفاظا على مستقبلهم الدراسي. هذا وأعلنت الوزارة عن أن مادة علم الأرض تدرس في مرحلة الخامس العلمي فقط. وذكر البيان أن هيئة الرأي قررت العودة إلى اللوح الدراسي بالمواد التعليمية نفسها قبل إقرار تنوع التعليم الإحيائي والتطبيقي. وأضاف أن الهيئة قررت الإبقاء على مادة علم الأرض التي ستدرس في مرحلة الخامس العلمي فقط. وقررت الوزارة رفع مادة الاقتصاد من الفرع العلمي والعودة على ما كانت عليه. وفي أخيرة زمان، نطالع نتفليكس تؤكد أن دي كراون مسلسل روائي واقعي. أضافت نتفليكس في أسفل المقطع الترويجي لمسلسلها الذي يتناول حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية وحقق نجاحا جماهيريا واسعا، عبارة توضح أنه عمل روائي يستند على وقائع حقيقية بعد انتقادات حادة وجهتها إليها شخصيات بريطانية. وباتت الجملة الآتية موجودة في أسفل المقطع الدعائي للمسلسل على يوتيوب وموقع نتفليكس الإلكتروني. ويروي هذا العمل الدرامي الروائي المستند على وقائع حقيقية قصة الملكة إليزابيث الثانية والأحداث السياسية والشخصية التي
طبعت عهدها، وكانت المنصة تمتنع حتى الآن عن استجابة المطالبات بإضافة هذا التنبيه، لكن الانتقادات الموجهة إلى المسلسل تصاعدت مع اقتراب انطلاق الموسم الخامس في 9 من تشرين الثاني المقبل. ووصف رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجر المسلسل بأنه برميل من الهراء، بعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الموسم الخامس يظهر تشارلز محاولا إزاحة الملكة في 90ات القرن 20 وضغوطه على ميجر لدفع والدته إلى التنحي عن العرش. وننتقل إلى الزوراء ونطالع في صفحتها الأولى. مظهر محمد يدعو الطبقة السياسية إلى الابتعاد عن المناكفات والتركيز على اقتصاد التنمية. دعا مستشار الحكومة المالي مظهر محمد الطبقة السياسية إلى الابتعاد عن المناكفات والتركيز على اقتصاد التنمية للنهوض بالبلد، فيما أشار إلى أن الواقع السياسي جعل العراق الغني يتخبط كأي بلد فقير بالعالم. وقال محمد في حديث للزوراء: إننا نحتاج إلى عطلة سياسية، نحتاج إلى صوم الغنيمة، فالبلد غنيمة مع الأسف، ونحتاج إلى خطوة سياسية وإلى قوى سياسية تعيش سلاما مع نفسها والآخرين وتفكر بمستقبل الأجيال، ويبدو أنها في زوبعة الخلافات التي لا تنتهي. وأضاف أن الشعب العراقي أصبح لا يعير أي اهتمام لهذه الخلافات، وعلى السياسيين أن يعوا أن اختلافاتهم لا تمثل شيئا للشارع بالعراق، وعلى كل فئة سياسية أن تنظر إلى الشارع وتجس النبض وأن تتنازل لمصلحة ومستقبل الأجيال. وكشف أن لدينا جيل اليوم أعماره 15 سنة وما دون سيقارب لنصف السكان أو أقل من نصف السكان. وقبل أن نختتم معكم الصحافة، ننتقل وإياكم إلى كاريكاتير. إذن هذه عودة من جديد للزملاء زينب وأبادر، إليكما.